بعد يعني ما فقدت ايدي وعيني يعني فقدت حياتي كلها معهم. انا فارس جهاد قطموش من سهل الغاب من قرية قسطون. انا بال 2017 ضربتني قذيفة عنا بالضيعة وتصاوبت وراحت طرف ايدي راحت ايدي وصاوب وعيني من ضربة. واش بدي اقول لك ما بعرف. بعد يعني ما فقدت ايدي وعيني يعني فقدت حياتي كلها معهم. وبعد منها نزحنا على سرقين. نزحنا من الغاب ريف حماة الشمالي ونزحنا لهون على ريف سلقين، وأسيأ من هيك ما في. عندي شكوي إلى الله، عندي 3 معاقين، عيلتي 15 نفس، مالي مساعدة غير الله. شايف والله أوقات مننام جوعانين، وضع سيء بهالمخيم كتير، والله جابنا عليه ناسحين. نزحنا وجينا على المخيم، ومخيم مش قد ما قلت لكم أنه فقير، فقير كتير وتعبان وما في شيء له خالص. يعني ايش بدي اقول لك؟ بحاجة لدواء ما في، لك بحاجة لحفوضات لهالعاجز والله ما في، والله بياكل كمه هذا والله ما في، بياكل كنسته اوقات ليك طلع هاي كنسته بياكلها ما في. يعني بنحتاج اوقات لربطة خبز، والله العظيم ما عندنا نشتري ربطة خبز. عندي 3، عندي الكبير، والكبير الله اسمه باسل عمره 30 سنة بيحتاج لحفوضات، بيحتاج لدواء، بيحتاج للباس، بيحتاج لكل شيء. يعني معه شلل دماغي. الثاني هديك ضربتهم قذيفة راحت واحد عينه وإيده، والراح هذاك الثاني عملنا له عمليتين بزروره، راحني بصلات زروره التنتين وبراسه انفج من هون لهون، والمعين بالله. وعم نداعي بهالحياة، والحياة صعبة كثير معنا، كثير عم تتصعب علينا كثير هالحياة. هذا راح عينه اليمين وايده اليمين، يعني بحاجة انه لكف ايد، بحاجة ركبنا له عين عدسي ما ظابطة، بتضل توجعه والعطول بشكي منها. عنده شظايا بايده بشكي منهم باجره، عملنا له عمليتين باجره وما نجحوا. ونحن بحاجة والله ما عندي انه اخذه جيبه واخذه، ما عندي يعني انه ما في وصل، ما في هيك، ما في، ما بحسن اخذه وجيبه. الثاني عنده بصلات زرور وعماد، بصلات زرور التنتين رايحات، واجره فيها نقص صار 7 سم. فيعني اكثر ما قالوا لي افصل له بوت طبي، والله ما عندي اخذه افصل له بوت طبي. وما انا يعني بحاجه لكل شيء نحن هون، وما لنا قدره واصلين لشيء، ما لنا غير الله. دكاترة تحاليل شغلات والله ما عنا، كل بتعرفوا كل شيء غالي، وما لنا حسنانين نوصل لأي دكتور أو لحدا لشيء، نوصل إنه نجيب لهم دواء أو نجيب لهم شيء أو ركب له كف إيد أو نركب له عدسي أو الثاني بصلات زرور التنتين رايحات. ما لي قدرة يا شباب، والله ما لي قدرة، يعني هيك أروح أخذه وأجيبه وركب له بصلات زرور غاليات، يعني اليوم مكلفات وفيها نقص 7 سم إجره. والمعين بالله.